بص كده، بص له كده، اول السماعات فين؟ بص يا شباب كده، اول السماعات فين؟ ها بس والنبي ما نقدم تاني هنا بقى، انتوا سابقه فاضيه ليه؟ على اول السماعات بالظبط. ايوه نلبس كده بس، بالله عليكم بقى ما نقدم تاني، ما حدش يقدم تاني، هو كده احنا خلاص. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ لما نسمع المزيكا واقول واحد اتنين تلاته، بتلاته هترفع البالونه جامد قوي، تمام؟ وما حدش يرميها ويمسكها عشان الهواء جامد. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ طب اسمع منكم حاجه واحده بس، اسمع منكم حاجه واحده بس، المبسوط يعمل دوشه في المكان، واللي بيعرف يصرخ يصرخ. يناسب بقى، يناسب بلالين. يلا بص انا حتينا مزيكا، لسه لما اقول واحد، لسه لما اقول واحد، يصفر يسمعنا فين؟ ده انا عارف. يلا يلا الله. يلا لسه لما نقول واحد اتنين تلاته زي ما اتفقنا، كل الناس البلدين، كل الناس البلدين زي ما اتفقنا، نقول واحد الزملكاوي. رفع ايده لفوق. طب البنت الزملكاوية. طب في اهلاوية. طب بص بقى، احنا هنقول شعار الاهلي، وفي اخر شعار الاهلي اللي معاه البالونة هنلعب كده، اللي هو اوه جمهوره ده حماه، تمام؟ هنقول شعار الاهلي، وفي اخر شعار الاهلي، في اخر شعار الاهلي اللي معاه البالونه هنلعب بيها كده، وفي اخر شعار الاهلي هنسيب البالونه ترفع لفوق جامد قوي، ترميها لفوق كده جامد قوي، تمام؟ يلا
الفيلم كله بص هنا الاحراف سألوه ورايا قاعد لوحدك لسه في باور فين الباور اللي انت بتقول عليه قاعد لوحدك الشيطان يوزك يفضل يقول لك ¡Gracias!